السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على تحلية بالبنان والتمر، كتجي لذيذة بزاف، مكوناتها تبسط، والاهم انها منعشة، كتلاح كوجبة سحور او في الفطور علاش لا. كنتمنى ان هاد الوصفة هادي تجربوها. بالنسبة للاخوات اللي كيجربوا الوصفات الا بغاو يصيفطوا ليا التطبيقات ديالهم، كاين عندي الانستغرام وطبخ ليلى، مرحبا بكم، الف مرحبا. ودابا غادي نخليكم تابعوا معي المكونات وطريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله بالمكونات ديال هاد التحلية اللي غادي نحتاج فيها. عندي نص اطرو ديال الحليب، ممكن تضاعفوا المكونات، انا درت فقط نص اطرو يعني 500 مليلتر. عندي هنا شوية كمية قليلة ديال اللوز اللي غادي نطحنها، عندي فلون ديال الفاني، هاد الفلون هذا اللي كيتخلط مع نص اطرو ديال الحليب، فيه 2.5 غرام. عندي 7 الحبات ديال التمر، ما غاديش كيف كتشوفوا معايا هنا ما عنديش السكر، غادي نعوض السكر بالتمر، ممكن ديروا يعني الكميه اللي بغيتوا، ممكن تزيدوا اولا تنقصوا على حساب الحلاوه اللي بغيتوا. وعندي هنا بنانه متوسطه، ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. دابا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه نص اطرو ديال الحليب. بسم الله، حليب بارد. غادي نزيد عليه التمر اللي غسلته، نجيب شي موس. هاد التحليه هادي كطلع بزاف السحور، يعني كتحسوا كتبقاو شبعانين مده طويله. غادي نقطع التمر على جوج، غادي نقطع البنان حتى هو، غادي نغسل اللوز وغادي نضيف اللوز للحليب. ممكن ديروا حتى الكركاع الى عندكم، يعني ديروا الزبيب، اي نوع من الفواكه الجافه ممكن ديروهم. غادي ندير الفلون، هذا الصغير ديال الدرهم، غادي نخوي هنا وغادي نطحن جميع هاد المكونات مزيان. غادي نطحن جميع هاد المكونات كنصب عليا الكاس في الخلاط الكهربائي. صافي دابا من بعد ما طحنت المكونات كلهم مزيان، غادي نحيد الطحانه وغادي نديرهم في واحد الكاسرونه. بسم الله، هانتوما الخليط ديالي تيكون عاقد شويه، ماشي مشكل الا بقاو فيه هاد الحبات ديال اللوز وديال التمر، كيبقاو زوينين، كيجيو مهرمشين، يعني كيبدلوا المذاق ديال، كيعطيوكم المذاق ديال شي حاجه مقرمشه في الفلون ديالكم. دابا اش بقى ليا، غادي نديرها فوق البوطه حتى كيغلى مزيان، يعني بحال كنصايبوا الفلون عادي، ونرجع معكم ان شاء الله. ضروري طيبوه مزيان. صافي من بعد ما طاب الخليط ديالي غلى مزيان كيف كتشوفوا، هانتوما هو كيفاش كنجرب وصافي وجد الخليط، يعني في الفلون عادي كناخذ شويه كنحطوه في الارض وكنخليه دغيا كيبرد، دغيا كيلصع، فهمتي؟ يعني دغيا كيبدا يجمد. وما نسيتش ان ضروري خاصكم فاش ديروه فوق البوطه او تخلطوا فيه مره مره، تحركوا باش ما يلصقش لكم في القاع ديال الكاسرونه. دابا غادي ناخذ هذا الكاس هذا باش يجيني ساهل نخوي في الكويسات، غادي نديرو فيه. بسم الله، وغادي ناخذ الكويسات ديالي، انا اختاريت هاد الصغيورين، نتوما تديروا الحجم اللي بغيتو. ما غاديش نعمرهم كلهم، نخلي واحد شويه فين نضيف الشوكولاط، يعني التزيين النهائي. بسم الله، شفتوا بحال هكا كيجيكم ساهل، هانتوما خليت واحد شويه فين نضيف الشوكولاط. انا
صافي دابا غادي ندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا مزيان. ها نتوما شوفوا الكميه اللي خرجت، هذا غير صغيور، هذا راه كبير شويه، والسه ديال الكيسان صغيورين هما. دابا غادي ندخلهم الثلاجه حتى كيشدوا راسهم مزيان، يعني نخليهم تقريبا واحد ساعتين في الثلاجه ونرجع معكم ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما دازت تقريبا غير ساعه، ماشي ما خليتهمش ساعتين، على ما نوجد هاد الصوص ونديرها في الثلاجه، وديك الساعه نخليوها وقت ما محتاجينها. بالنسبه لبغيتو ديروها للسحور وجدوها فوق عيطه ديال فاش تكونوا كتوجدوا الفطور ديالكم، وخلوها حتى الليل غادي تلقاوها واجده. هنا عندي جوج المعالق غادي نديروا الصوص ديال الشوكولات اللي غادي نزين بها من الفوق. عندي جوج معالق كبار ديال الياغورت مسوس، ممكن تعوضوهم بجوج معالق كبار ديال الحليب، غادي نديرهم في كاسرونه. وعندي 12 قطعه ديال الشوكولات الاسود. كنديرهم بجوجهم وكنديرهم على عافيه مهيله، كنبقى نخلط نخلط حتى كيذوب الشوكولات، وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله. ها نتوما كنديروا فوق البوطه، غير كيبان لي بدا تيذوب تنطفي عليه، وكنبقى نحرك حتى كيذوب الشوكولات. ها نتوما كيفاش يولي، وكنبقى نخلط مزيان مزيان. صافي هانتوما ها هو الفلون ديالنا كيف كتشوفوا، كيكون شاد راسو. غادي نقوي فوقه، بسم الله. كندير واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان فوق كل كاس. دابا غادي ناخذ واحد الانصاف ديال الكركاع، كيف كتشوفوا عندي هنا السه ديال الانصاف، وغادي نديرهم فوق الكويسات بحال هكا. صافي دابا غادي ندخلهم للثلاجه يبردوا واحد شويه، ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه، وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.